ميدان التحرير و30 ستة ده حدوتة. 30 ستة والنهاردة بالتحديد يعني، وإحنا بنتكلم وعاملين الحلقة وبنحتفل، ومن الميدان أكبر من احتفال ب30 ستة وبصورتنا في 30 ستة، لا إحنا بنحتفل بعمر جديد اتكتب للبلد دي. عمر جديد بجد مش هزار. أنت متصور يعني إيه إنه تتفرج على الميدان كده فيه هدوء وأمن وأمان وسكينة؟ أنت متصور يعني إيه تحس إنه أحلامك اللي طول عمرك قاعد عمال بتحلم بيها وتظن إن عمرها ما هتتحقق تلاقيها موجودة؟ ده نتاج لتلاتين ستة. التقرير اللي أنت شفته ده نتاج لتلاتين ستة، نتاج لوجود مؤسسات بجد جوه البلد، نتاج لوجود دولة حقيقية اتكتب لها عمر جديد واتبنت من أول وجديد علشان يبقى أكبر نتاج لتلاتين ستة هو الجمهورية الجديدة. نتاج تلاتين ستة هي وزارة الداخلية، هي وزارة الدفاع، هي وزارة الإسكان والمالية. انت عارف لما تيجي وانت بتتفرج كده على التقرير بتاع كلنا واحد او الداخلية ليه بتعمل لك كلنا واحد، اقعد فكر يعني ايه اللي يخلي الداخلية تروح تتفق مع السلاسل الكبرى ومع محلات ومع موردين لسلع غذائية وغير غذائية، وطول الوقت قاعدين عمالين بيفكروا في انه ازاي نقدر ندفع اقل سعر ممكن لكل خدمة ولكل سلعة. هتيجي تقولي بس اصل هقولك اقل من اي سعر، جوه مبادرة كلنا واحد الداخلية بذلت مجهود كبير. وكويس قوي الناس اللي بتشارك معانا في مبادرة كلنا واحد بالمناسبة ان هم قادرين يفهموا ويشيلوا المسؤولية. انت متصور ان ده كان ممكن يحصل ايام الاخوان؟ الاخوان ما كانش فيه عندهم اي حاجة شغلاهم غير ان هم ينهبوا فلوس وثروات البلد دي ويصدروها على برة وكل واحد. طب انا عندي سؤال والله بكلمك بجد يعني، والاخوان جابوا فلوسهم منين؟ يعني الاخوان جابوا فلوسهم زمان خلال 30-40 سنة قبل 2011؟ يبقى ما كانوش مضطهدين ولا حاجة. طب هل الإخوان جابوا فلوسهم بعد 2011؟ يبقوا شوية حرامية في تقديري، ولا أظن أن هذا التقدير متواضع. هم شوية حرامية سالبين ناهبين متآمرين خونة قتلة إرهابيين ظلميين إلى ذلك. وعليه أنا أدعوكم للمشاركة في مبادرة كلنا واحد، وخلونا كلنا نشكر الهيئة الداخلية على هذا الجهد اللي هي بتبذله.